يا مساء الصحة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. فقرة جديدة ويوم جديد من برنامجكم طبيب بلد. هنتكلم النهاردة عن مشاكل البشرة، بشرة بهتانة، بشرة بأثار حبوب، بشرة بتصبغات وما إلى ذلك. معاناة كبيرة على فكرة بتقابل سيدات وكمان رجال بسبب التقدم في السن أو التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس أو نقص الفيتامينات مثلا في الجسم وكتير من العوامل الخارجية وكمان العوامل الداخلية اللي بتواجهنا خلال يومنا. ولأن دي كلها ظروف بتواجهنا مش بس في ايدينا فبيصعب على كتير قوي مننا التعامل معاها، لكن لكل مشكلة حل ان شاء الله. احنا النهاردة موجودين عشان نعرف ازاي نقدر نواظب على روتين يخلي البشرة صحية وجميلة. عشان كده معانا النهاردة اسئلة كتير قوي لدكتور دينا ابو السعود اللي هتقول لنا ازاي نقدر نتعامل مع بشرتنا، وهل في كريم اقدر استخدمه ويكون يوم ورا يوم في نتيجة ملحوظة. طيب هل في منتج هو اللي بيساعد في اننا نقدر نتخلص من كل مشاكل بشرتنا او جسمنا ولا لا؟ طيب هل لو اخترنا منتج غلط مثلا ده ممكن يسبب اذى للبشرة، وافضل سنين بقى بعد كده اعاني من تراكم مشاكل البشرة؟ طيب ازاي ادي بشرتي المطلوب واحل كل المشاكل دي بطريقه سليمه؟ اسئله كتير قوي في بالنا واكيد في بال حضراتكم كمان. ده اللي هنعرفه النهارده مع دكتور دينا ابو السعود. برحب بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا مي، منورانا كالعاده وقمر كالعاده. حبيبه قلبي، ده انت القمرين، تسلمي يا حبيبتي. ميرسي يا دكتور. دكتور احنا في فصل الصيف عملنا حاجات كتير قوي وحشه للبشره، وعملنا تان وانبسطنا وخرجنا ورحنا المصيف وعملنا كل ده، بتفضل البشرة بعدها تعاني من تصبغات، لون البشرة غير موحد، حتت مقشرة وحتت يعني عارفة اللوك ده ما بيبقاش لطيف. يعني بلاش نتكلم يا ستي عن التفتيح، تعالي نتكلم عن توحيد لون البشرة. نعمل ده ازاي؟ زي ما قلت يا مي، احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا. اعتقد اكتر من 90% مننا كستات بتعاني من مشاكل في بشرتها. واعتقد علامات التقدم في السن ما بقاش مقتصر دلوقتي في السن الكبير، يمكن ايام جدتنا وامهاتنا لا، العلامات التقدم في السن بتبتدي تبان بعد سن الخمسين. انا بشوف بنات كتير، بشوف شباب كتير في سن صغير في الجامعة، ما تصدقيش ان دول في العشرينات، بتلاقي بشرتهم بهتانة، تلاقي بشرتهم مليان تصبغات، بدأ يظهر تجاعيد في سن بدري. ده مش صح، التجاعيد والتصبغات المفروض يظهر في السن الكبير. طب ايه اللي خلى ده يحصل؟ اولا التان اللي بتقولي عليه في الصيف، كلنا بنحب ناخد تان، بس مش عارفين مدى ضرر الشمس على البشرة. العلماء اكتشفوا ان 70% من شيخوخة البشرة بسبب الالترا فايلت اي والالترا فايلت بي بتوع الشمس. حلو ان احنا ناخد تان، بس نبقى اذكياء، نحط سان سكرين في اس بي اف عالي، ننزل بلاش ننزل 11 الصبح ونقعد من 11 ل 6 قدام الشمس، ده اسمه حرق مش تان. لانك انت بعد ما بتاخدي التان وفعلا بقى بترجعي بتلاقي زي ما انت قلتي تصبغات، بتلاقي وش مبقع، بتلاقي ان البشره وصل ليها حاجه اسمها بيرنز، حقوق حروق. طيب ايه يعني نقدر نعمل ايه؟ انا هتكلم طبعا على كريم عمل طفره كبيره جدا في عالم التجميل وحقق نجاح كبير جدا في وقت قصير قوي، اللي هو كريم بينكي بمكوناته بسر تركيبته بالمشاكل اللي يقدر يعالجها. لكن خليني في الاول نتكلم على الطريقه السليمه اللي احنا نتبعها عشان ناخر علامات التقدم في السن بلس استخدام بينكي. تمام. ايه الطريقه الصحيحه؟ الطريقة الصحيحة ان انا يفضل وشي مهما عدى الزمن يفضل في صحة، كلنا هنكبر في السن ولا مفر من العمر، فازاي اقدر يفضل ثقتي بنفسي عالية جدا؟ وانا كست وانا صغيرة وانا كبيرة ابقى حلوة، محدش يقول لي لا ده انا كبرت بقى ليت الشباب مثلا يعودوا يوما. لا، انا بقول ان كل سن ليه حلاوته. العشرينات ليها حلاوتها، الثلاثينات ليها حلاوتها، الاربعينات الست بتنضج في الاربعينات فبتبقى زي القمر وقت الاربعينات، بس تبقى مهتمية ببشرتها. الخمسينات كل سن ليه حلاوته. مهم قوي ان انا اتبع الطريقة الصحيحة، الغذاء السليم، الاكل السليم، الاكل اللي كله فيتامينز، نبعد عن السكريات، نقللها، نقلل النشويات ونقلل الدهون، ننام ساعات كافية، ننام نوم عميق، نقلل التوتر النفسي، نشرب مية كويس قوي، نحط سان بلوك واحنا بنتعرض للشمس. عملنا ده
نستخدم كريم بينكي مع كل اللي انا قلته ده. يعني لازم استخدم كريم بينكي. هنتكلم ازاي يقدر يعالج مشاكل كتير ويقدر يعمل وقايه بلس الطريقه السليمه اللي هنعيش بيها حياتي. طيب دكتور كلمينا عن توحيد لون البشره، لانه زي ما احنا عارفين كتير قوي مننا بيستخدم مثلا كريم اساس وممكن يكون هو نفس درجة لون بشرته عادي مش عايز يفتح أو حاجة، بس علشان نوحد لون البشرة ايه المكون اللي موجود داخل كريم بينكي اللي بيوحد لون البشرة ويفتحها؟ من أهم المكونات اللي تقدر تشتغل على التفتيح التصبغات، الهالات السوداء، أثار حب شباب ويعمل يونيفاي سكين ويوحد لون البشرة داخل كريم بينكي. عندي كذا مستخلص طبيعي. انا بقول ليه كريم بينكي مختلف؟ انا بقول ان كريم بينكي مختلف لانه كل مكوناته طبيعيه 100%. من اهم المكونات اللي بتقدر تشتغل على التفتيح مستخلص التوت البري. مستخلص التوت البري غني بفيتامين سي، فيتامين سي بيفتح بينشط الدوره الدمويه بيحافظ على انتاج الكولاجين. عندي ان مستخلص عرق السوس غني بمضادات الاكسده، مضادات الاكسده بتفتح. وكمان التوت البري على فكره في حاجه كمان، ان هو كمان فيه مضادات اكسده وكمان بيقدر يشتغل على الميلانين. يعني يقولوا لي هو ليه البشره بتتصبغ؟ ده نتيجه افراز الميلانين زياده عن اللزوم. فالميلانين وانس انه افرز زياده عن اللزوم الوش يبتدي يبقع. انا عندي مستخلص التوت البري بيعمل سبريس، بيقلل افراز الميلانين فبيديني يونيفاي سكين. هايل. يبقى انا عندي مستخلص التوت البري، عندي زي ما انا قلت العرق السوس بيفتح، عندي زبدة الشيا وزبدة الكاكاو بيفتحوا، عندي مادة مهمة قوي مسؤولة عن التفتيح، مادة الساليسين. طيب هنقف عند مادة الساليسين يا دكتور. ناخد المداخلة المعينة معنا ياسمين. ألو ياسمين. ألو يا مي، عاملة ايه؟ عاملة ايه يا ياسمين؟ الحمد لله. انت يا اخبارك؟ الحمد لله تمام. احكي لنا كده، قولي لنا انت استخدمتي كريم بينكي ولا هتسألي على حاجة؟ لا انا استخدمته. طيب قولي لنا بقى بقالي 21 يوم اهو. حلو قوي. عمل معاكي ايه؟ يعني ايه اللي لاحظتيه في كريم بينكي؟ بصي، هو انا كان عندي شويه مشاكل كده كتير في بشرتي، اثار حبوب وكان في تصبغات كده، لاني كنت عامله كيميكال بيلينج قبل كده واضطريت غصب عني اقشره لان هو بيقعد فتره طويله جدا، فسايب اثار جامد قوي في وشي. ايه تاني؟ يعني هو عالج لك اثار حب الشباب ياسمين، صح؟ في وقت قد ايه؟ يعني انت استخدمتيه بقالك اسبوعين؟ لا تقريبا 21 يوم، 3 اسابيع. اداكي نضار؟ اصلا متاكده ان هو كمان اداكي نضاره حلوه قوي. يعني انا لما استخدمت. طب قولي لنا يعني ايه المشاكل برضو التانية اللي كانت مع اثار الحبوب يا ياسمين؟ اوكي بصي، هو كان فيه شويه جفاف بس يعني لما ابتديت استخدمه اول اسبوع الصراحه كنت قلقانه شويه لانه حسيت انا وقفت كل السكين كير روتين بتاعي، فحسيت انه لا، في بشرتي لا بتجف اكتر. فكلمتهم حتى ساعتها لان انا كنت طالباه من على البيج، قالوا لي ان ده طبيعي لانه بيبقى في مناطق مش وصل لها تغذيه كفايه او كده، فدي هتبتدي تقشر وبعدين هتبتدي تحسي بتاثيره عادي جدا، وده فعلا اللي حصل من ثاني اسبوع. اوكي هايل. طيب هو مرطب قوي جدا يعني برضه. هو انت عندك مواد فعلا بتعمل ترطيب عالي قوي، دي حقيقه. طيب ياسمين لاحظتي ايه تاني غير الترطيب وان هو خفف اثر الحبوب شويه تاني؟ بصي، هو يعني بشرتي بقيت بحس يعني خصوصا اول ما بصحى من النوم، لا البشره نضره جدا، يعني ما بقاش بقى فيها، ما فيش اللي هي الزيوت البياده دي، ما فيش جفاف، ما فيش اي مشاكل خالص. انا حتى كان بقالي فتره، انا عامه ما بحطش ميك اب او كده، بس كان بقالي فتره مضطره دايما قبل ما انزل بحط ميك اب علشان اداري بقى اثار الحاجات دي. فبقالي تقريبا 3 4 ايام اهو قدرت ارجع تاني، بقدر انزل وبروح وباجي. فهو تاثيره واضح جدا، يعني خصوصا الناس اللي حواليا. مره ياسمين بستخدمه مرتين، مره الصبح ومره بالليل. طب جربتيه على اي حته في جسمك؟ يعني عندك بصي جربته على ايدي برضو.
يعني طيب قلت قولي في لي اعمل الاول ايه مع ايدك؟ ابتدي. ده الايد مهمه قوي على قوي فكره. لا بصي برضو هي على طول يعني ايدي اسرع حاجه اصلا باين عليها تاثير اسرع من وشي كمان. يعني تقريبا خلال اسبوع كانت كل الجلد الميت كان اشهر ولونها بقى افتح كتير. طب حلوة قوي، حلوة قوي. انا مبسوطه قوي ياسمين ان انتي مبسوطه قوي بالنتيجه، وان هو جدا عالج كمان مشاكل كانت عندك، وانتي دلوقتي ما بقيتيش محتاجه ان انت تستخدمي الميك اب. ويمكن ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فقرات كتير قوي عنه، ودي كانت المحصله يا دكتور، صح، نتيجه اللي احنا قعدنا نتكلم فيه كتير بس قوي. بس كملي يا ياسمين، يعني مش معنى ان اثار الحبوب اتعالجت يبقى انا خلاص هوقف الكورس. كملي لا هتلاقي نتيجة ممتازة. انت كل ما بتستخدميه هتلاقي نتيجة احلى، شكلك هيصغر في السن، هيديك نضارة حلوة قوي. زي ما انت قلتي اثار حب الشباب اتعالجت في خلال اسبوعين بس، هيعمل لك وقاية حلوة قوي. يعني انت ممكن تكون طبعا سنك صغير ما طلعلكيش تجاعيد، انا عايزاكي تستمري عليه، لان اولا سعره حلو جدا، ويبقى معاكي لايف ستايل، يعني يبقى معاكي انك انت تعملي وقاية، وتبقي قد ايه بنت ذكية انك انت بتستخدمي كريم بينكي، وعارفة انك انت مع استخدامه هتقي من علامات التقدم في السن بكريم بينكي. ويمكن دايما دكتور دينا بتقول انه لو في مشاكل كمان في الجسم او اماكن غامقه في الكوع او الركب او الكلام ده تقدري كمان تستخدميه، ودكتور دينا قالت ان في عرض اصلا فاصرفي ما يهمكيش يا ياسمين، واستخدمي كريم بينكي كمان على جسمك وكملي عليه. ومبسوطه قوي من مداخلتك لينا ياسمين، شكرا. يمكن يا دكتور دي النتيجة الحتمية للي طبعا احنا كنا بنعمله الفقرات اللي فاتت، ودايما كلامك دايما بنقعد نتكلم ونقول مشاكل وحلولها والكلام ده كله، بس النهاردة احنا بنجني ثمار ده طبعا على أرض الواقع. طبعا النتيجة جميلة، النتيجة رائعة، وفيها كمان أنا حاسة بالنجاح في الموضوع دي. ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى بجد. يعني أنا قبل ما اشتغل في شركة مرتي، لما عملت الميتنج قلت لا انا عايزه اجرب الكريم، هو اوريدي يعني صاحب الشركه الدكتور المحترم اداني الكريم، جربته. تاني يوم كلمته قلت له ايوه يا دكتور، قال لي ايوه يا زينه، قلت له انا هنزل اتكلم على الكريم ده امتى؟ من كتر ما انا حبيته. كريم بينكي يعني بجد يا مي انا حبيته جدا، لان اولا كل مكوناته طبيعيه، ثانيا هو الانسب والاصلح فور سنسيف سكين. وانا بحب اطلع يعني كدكتوره زينه، انا اوريدي ليا كريدت كبير عند الناس، فلازم اطلع بمنتج فيه ثقه. بالظبط كده. فكريم بينكي انا من واثقه فيه جدا، ولما الاقي الساده العملاء زي ياسمين، واعتقد في ليلى كلمتنا قبل كده، وفي كذا بنت، في ريفيوز كتير برضه عرضناها في فقرات قبل كده، فدي حاجه تسعدني. وكمان لما قلت لي ان في عرض لازم انوه برضو يا جماعه، انا على طول بقول ان سعره تحفه، ودي حاجه انا اتبسط ان انا بقدم لاي ست ازاي تبقى جميله بسعر اقتصادي. أيوة. فاوريدي كريم بينكي سعره حلو، بلس ان دلوقتي في عرض 20% من سعره الاساسي لفتره محدوده. اتمنى ان كل الناس تقدر تستفاد بالعرض يا معي. ده اكيد ان شاء الله. ويا ريت الناس اللي جربت برضو يتصلوا بينا ويقولوا لنا عمل ايه معاهم، وهل في نتيجه فعاله ولا لا. ومبسوطه جدا من مداخله ياسمين، لان هي قالت لنا بقى لها بس 21 يوم بتستخدمه، ما بالك لو كملت شهر. أيوة. مثلا ولا شهر ونص. انا مبسوطه. طيب دكتور، اتكلمنا عن توحيد لون البشره، وعرفنا انه في منتجات او المستخلصات اللي موجوده داخل كريم بينكي كلها طبيعيه 100%. كلمينا عن بقيه المستخلصات اللي احنا بقى ما اتكلمناش عنها. مهم قوي اتكلم على ماده الساليسين. يمكن في تقنيات تقشير كتير جدا، وكلنا كستات بنبقى عايزين نعمل تقشير. انا عمري ما عملت التقشير الكيميائي عن نفسي. طبعا في ستات كتير بتلجأ لده لان بتزيل الخلايا الميتة. خلي بالك ياسمين برضو لما كلمتنا قالت ان هي كانت عامله تقشير، وده سبب لها حروق في بشرتها، بس عالجته بكريم بينكي. ليه كريم بينكي الامثل للتقشير؟ لانه ما بيعملش اي اعراض جانبيه. كريم بينكي الامثل لان ماده الساليسين بتقدر تقشر البشره بلطف. يعني ايه تقشير بشره؟ يعني انا بزيل الخلايا الميته. طبيعي ان انا مع التقدم في السن وشي بيتاكسد فبيعمل خلايا ميته.
مع النزول كل يوم شغل في الشارع تراب، كل ده بيأثر على بشرتي وبيغمقها وبيعمل لي خلايا ميتة. فأنا عندي مادة السليسين يا مي بتقدر تنظف البورز أو بتنظف المسامات اللي ولا غسول يقدر يوصل لها ولا كريم يقدر يوصل له. الكريم اللي يقدر يوصل للمسامات وطبقات الجلد السفلية هو كريم بينكي. والحلو كمان ان هي قالت ان بشرتها دهنيه كمان يا دكتور. أيوة. يعني مناسب لجميع انواع البشره، والبشره الدهنيه من البشرات من الصعب قوي التعامل معها. البشره الدهنيه هديها حقها ان اكتر بشره مش بتعجز، بس هي اكتر بشره بيحصلها مشاكل حبوب وبلاكس وحاجات كتيره. فانا بقول داخل كريم بينكي مستخلص ما اتكلمتش عنه من اهم المستخلصات اللي هو مستخلص الشاي الاخضر. الشاي الاخضر كله مضادات اكسده، بلس ان الماده دي يا مي بتقدر تشفط زي ما بيقولوا بالبلدي كده، بتسحب الدهون اللي موجوده زياده. لان البشره الدهنيه طول الوقت بتحس ان بشرتها ملزقه لان هي كلها سيبم، والسيبم ده ممكن يعمل عرضه لنمو البكتيريا فبيعمل لها حبوب. فالشاي الاخضر اللي موجود داخل كريم بينكي بيسحب لي الدهون الزياده وما بيخليش اي دهون مترسبه لاصحاب البشره الدهنيه. فانا بقول لاصحاب البشره الدهنيه استخدمي كريم بينكي وانت قافله عينيكي ومطمنه 100% ما لهوش اي اعراض جانبيه لاصحاب البشره الدهنيه. طيب احنا معانا مداخله كمان عايزين نلحق ناخدها، وفي كتير قوي بس خلونا ناخد كارما. الو كارما. الو مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا كارما. استاذه مي وازيك يا دكتوره دينا؟ الحمد لله. اهلا يا كارما، قولي لنا كده انت عندك سؤال ولا انت استخدمتي كريم بينكي؟ لا انا استخدمت كريم بينكي وبصراحه هو حلو جدا وخلاني استغنى خالص عن الفاونديشن. كنت بحطه الصبح وبالليل. من بعد ما استخدمت كريم بينكي انا بقيتش استخدم خالص الفاونديشن. بقالك قد ايه بتستخدميه؟ بقالي شهر. حلو قوي. ومن ولاحظتي ايه على بشرتك يا كارما اول ما استخدمتي كريم بينكي؟ انا كان عندي تصبغات حوالين الفم. دي كلها راحت، واستخدمته برضو في الاندر ارم والركب. ده اندر ارم مهم قوي. اندر ارم مهم، وانا بقول لكل الناس استخدموه تحت الابط فيري سيف. وايه كمان يا كارما؟ ومنطقه الدقن كان عندي فيها حبوب راحت برضو. حلو جدا. فهو خلص يعني خلاني ما استخدمش الفاونديشن. طيب يعني انت دلوقتي استغنيتي عن الفاونديشن باستخدام كريم بينكي. بتحطيه مره الصبح ومره بالليل. ومره بالليل. حلو جدا. حلو جدا. لحقت العرض يا كارما ولا لا؟ لحقت العرض وطلبته من على الصفحه بتاعتكم. جبتي قد ايه؟ انا جبت 2. حلو. استخدمي يا كارما، بتستخدمه على جسمها كمان. طبعا. كملي كملي يا كارما، وان شاء الله انا متاكده ان انت كمان هتلاقي نتيجه احلى. عايزاك يا كارما تكلمينا تاني على صدى البلد كمان شهرين، وانا متاكده انك هتلاقي نتيجه عبقريه باستخدام كريم بينكي. هي بصراحه النتيجه حلوه جدا جدا، وبعدين كمان الكريم تحفه، حلو جدا وملمسه حلو قوي على الجسم. هو ناعم فعلا. طيب عايزه اقول لك حسيتي بتفتيح؟ لان هو اصلا كريم تفتيح. يعني هو كل الناس اللي استخدمته قالوا فتح جامد. ما انا عايزه بقى اعرف راي الناس في الشارع بقى. اهو انت اتصلتي وعايزه اعرف فتح بقى ولا ما فتحش؟ لا فتح، وفتح جامد وملحوظ جدا كمان. بشكرك يا كارما. ميرسي يا كارما، اسعدتينا بمداخلتك لينا ومبسوطه. أيوة. بحس بنجاح، بحس بطاقه ايجابيه لما حد بيكون جرب الكريم وكلمنا، لانه قبل كده كان مجرد كلام. لا النهارده في افعال، ومبسوطه بالفيدباك القوي اللي قدر يحققه كريم في الفتره القصيره دي. الفيدباك يا مي كمان يقدروا يشوفوه على احنا عندنا صفحتين بس. مهم قوي انوه برضو، يعني عندنا صفحة واحدة على الفيسبوك وصفحة واحدة على الانستجرام. هي دي صفحات الشركة. يمكن بيفيدوا خلايا بيخشوا يقولوا احنا عندنا كريم بينكي. لا هو الصورة اللي احنا شايفينها نقدر نحصل عليه عن طريق هذا بس، وعن طريق الصيدليات، وعن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة. ما تاخدوش من اي حد تاني اطلاقا، ده حفاظا على سلامتكم. وطبعا كريم بينكي مرخص من وزاره الصحه المصريه. بشكرك يا دكتور، حبيبتي، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا، ومبسوطه بالطاقه الايجابيه كانت داخل استوديو النهارده من مداخلات فتيات وسيدات جميلات قدروا ان هم يحققوا حلمهم في ان بشرتهم تبقى ما شاء الله صافيه وجميله، وفي وقت قصير وبسعر اقتصادي وفي عرض. بشكرك يا دكتور. حبيبتي تسلمي يا مي. كان معانا النهارده دكتور دينا ابو صابت. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرة طبيب البلد. نشوفكم على خير. ماي البحرية.